أيضا مناشدة وفيديو. باسم أحمد القيسي يقول: نجم، أنا مقاتل، اسمي باسم أحمد حسن يوسف، خبير متفجرات، أجريت على حساب الخاص 14 عملية وصحتي تعبانة، فدوى أروح لك وصل صوتي صاحب أطفال أناشدك باسم العراق وباسم دماء الشهداء. صحتي واصلة الموت، ومن شدة الوجع اللي ما أقدر أتحمله 3 مرات انتحرت بالكهرباء. شوف شوف لهجة الجنوب، لهجة أهلنا، من يقول لي فدوى أروح لك. يا أخي والله أهلنا طيبين، بس مع الأسف يعني ما افتهمتهم صح وما تفاعلتوا. أكو فيديو همام، طلع لي الفيديو، وأسراء حصلي لي باسم، حصلوا لي باسم أسراء. الدفاع المحترم، الله يحفظك ويبارك فيك. أنا مقاتل باسم أحمد حسن يوسف الكروي، منتسب خبير متفجرات، عمليات بغداد فرقة 17، تعرضت لإصابة داعش، سويت ما أجريت 12 عملية على حساب الخاص، عمليتين بالخارج، هسه إيدي انتهت، إيدي إذا تبقى راح يبترونها. هاي آخر من تفجرات، هاي الشهادة مالتي أول على الدورة، أول على الدورة. سبق لي أن قابلت السيد وزير الدفاع المحترم، أعطاني أمر علاج وأمر السيد وزير الدفاع بالوزارة، ما مشون معامل مالتي. هاي رجلي شلل، ما أسيطر عليها، ماكو حركة، صار فيها قصر مفصل وأعصاب. وايد سيد وزير الدفاع، عيد راح يبترون، لازم شخصياتك بس مقابلة شيء، اريد علاج. الله يرضى عليك سيد الوزير. والله يا باسم، هاي الايد اللي حملت السلاح وقاتلت عن شرف العراقي والعراقيات، هذه تقبل وتتخلى فوق الراس، بس الايد اللي لازم تنقص هي ايد الفاسد والحرامي والحاكم القذر، ومن لف مع الحاكم والمبتزين والمرتشين. مو ايدك اللي تنقص، ايدك تقبل. دولة الرئيس، سيادة الرئيس ابو هيا، سمعت هذا ايش قال؟ هذا مقاتل قاتل بشرف، نام على الشارع، نام على الساتر ونام على التراب، ايده ورجله تنقص. باسم السلام عليكم. وعليكم السلام. عن الاستاذ الله يحفظك. شلون اخويا، شلون صحتك؟ انا احييك لانك انت ابن بطل وبطل، او طالع راضع من صدر امك. حياك الله استاذ الله يحفظك. بس قل لي، شو وقت شفت معالي الوزير وزير الدفاع؟ استاذ، انا قدمت طلب لسيد وزير نجاح الشمري. اي، واستقبلني. ها بوقت نجاح وانطاني امر سفر. اي، وبعدين دزوني ضمان الصحي حولوا لامان تسير، حولوا مدينه الطب، الاخير عفوني، ما معامله مالتي ما مشت. بعدين قدم الطلب لسيد وزير الدفاع المحترم جمع ناد. اي، والرجل استقبلني، هم شفته. اي، استقبلني وقالوا احنا انتم ضحيت ومنعوفكم، وان شاء الله وياكم قلبا وقالبا، ورجل ما قصر يعني. زين، صار شنو؟ صار سوي معامله، قدموا قالوا تروح المدينه الطب. رحت مدينه الطب، حولوني المستشفى غازي، قالوا احتمال مستشفى غازي يقدرون يعالجونك. اي، يعالجونك، ما يقدرون يعالجونك اندزك. رحت اللجان، مستشفى غازي انطوني كتاب السيد الزكيه. اي، قالوا ما نقدر نعالجك. خوش، رجعت للجان، قالوا ما نعطيك امر. قابل ليش؟ قالوا ما نعطيك امر. ليش ما نعطيك امر؟ احنا ما نقدر نعطيك امر. يا يقول لك هذا ما نعطيك امر. باللجنة قالوا ما طلعنا، قلت كتبوا على المعامل ما ترفضوا عفوا. زين، مو تخاف غلطان بالطلب، انت طالب انه انت تريد تصير رئيس وزراء، لو طالب تريد علاج. لا، انا اللي احكي لك المقابل مالتي وزير الدفاع المحترم. هسه انا ادري بوزير الدفاع محترم خويا، لجنة طبية كشفت عليك، لو يقدرون يعالجونك، لو يقدرون ما يعالجونك. لا هي وين الصعوبة بيها؟ ما باللجنة ما قبله. يا اللجنة هاي وين تصير هاي اللجنة؟ مدينة الطب. شو اسمها هاي اللجنة؟ من اللجنة مال الإخلاء، مصرف الدم.
وهي كتاب مال مال مستشفى غازي سأحول لك يا المازنجر أستاذ. هذه يعني للدفاع له للصحة هاي اللجنة. هم الدفاع حولون المدينة الطب. حولوك المدينة الطب. ايه. زين. انت هسه شنو ليش؟ انت عم حبيبي باسل. قالوا هناك لجنة ودزوني مستشفى غازي. ايه هسه هم ما يقبلون يعطونا قرار. مو هسه ايضا معاني الوزير احنا ما نقدر نعتب عليه لانه هو دزك واللجنة ما تقول. زين انا يعني انا ما اعرف اليوم سوي لي طلب باسم السيد وزير الدفاع. انا راح ارسل هذا الطلب الى السيد الفريق الركن مهند وتوت مدير الامن والاستخبارات، وراح خلال هذا الاسبوع نلقي حل. واتمنى ايضا من الاخوة بالمكتب الاعلامي اخوانيا وزارة الدفاع ذولا الابطال ذولا الشرفاء يعني كلفوا انفسكم ان تسمعوهم وان تطلعوا معالي الوزير تقولوا له يابا موجود هذا الامر. ايضا اتنخب الاخ الصديق اللواء يحيى رسول، وايضا اتنخب السيد مدير مكتب القائد العام الله يستر عليكم. شوفونا قصة هذا الوليد، اذا اكو امكانية علاج بالداخل يتعالج، واذا ماكو امكانية علاج زين سفروه برا. وايضا معالي وزير الصحة يعني انا اتمنى، انا لا اقدر اؤكد ما قاله ولا استطيع ان انفيه، بس الرجل لديه اثباتات انه اللجنة لا تقول له ايه ولا تقول له لا. باسم عندك شي بابا؟